acute appendicitis, inflammation of the appendix, بعيد عن النظري انه رايت إلياك بين وهاي السوالف. نجي سيرجيكال شلون نعرفه؟ الانفلاماتوري سيل وين صارت توصل للريج، حتى وين توصل للمسكولار سلاير. شوف لاحظ انه هاي مو انفلاماتوري سيل، هاي النقاط، شنو هاي النقاط المنظومه الارض، النقاط الدوت هاي الزرق وين واصله، هاي ميوكوز سب ميوكوز، هاي النقاط الهاي بالعرض، هاي السيل بالعرض، شنو هاي؟ هاي ماسكولاريس. شوف صار انفلاميشن زين واصل حد الماسكولاريس. من وصلنا شفنا انفلاميشن واصل للماسكولاريس زين، اللي هاي شنو هاي السبايندل شيب سيل اللي هي الماسكولار لاير، واصل بها النقاط كلها الزرق واصل بها، فنعرف انه هاي من عندنا هاي ايفنتس. شوف ايوه ماخذ يعني تخمن السلايد كله بقى واصل ممتد نقاط هاي الماسكولارس واصل حتى جو الماسكولارس، هاي ماخذها كلها انفلاماتوري سيل، هيوج انفلاماتوري سيل موجوده كل مكان، فنعرف ان هاي ايفنت اي ايفنتس. فماخذ ليها يعني ال من اللومن من ميوكوسا صب ميوكوسا واصل ماسكولارس واصل لحد ديب، منتشر لي بالسلايد كل نقاط هاي. هي مين هاي المين سيلز؟ هي نيتروفيلز. نيتروفيلز هي اكثر شيء زين، وسام تايمز مايكروفيج زين. بس احنا يعني سيرجيكلي يعني مثلا نظريا يعني شلون احنا نعرفه، يعني الكي بوينت هي الانفلاماتوري سيل اند ماسكولار لاير. اوكي هسه نحكي النظري زين. هسه هو شنو الاكيوت ابندسايتس؟ اكيوت انفلاماتوري سيل حنلقي، حنلقي اوديما، حنلقي ديبريز، وحنلقي فازيكولار كونجستشن اذا، وحنلقي طبعا بوليمورفو نيوكليير اللي هي نيوتروفيل، وحنلقي ممكن ماكروفيج. واذا امتد الانفلاميشن امتد لحد السيروزة حيتسمى اكيوت سبيراتيف ابندسايتس and peri-appendicitis، وإذا امتد لحد اللومن يتسمى acute suppurative appendicitis. اوكي شوف لاحظ congestion قاعد يصير، هاي النقاط الحمر صايرة بالماي blood vessel، بصوا شوية هاي النقاط الحمر صايرة هاي هنا، هاي هنا هم congestion صارتنا، هاي الدار هاي اللي بيها RBC صار حمر، هذا هم congestion، هذا congestion، هذا هم congestion blood vessel congestion و inflammation واصل للميكوزي اللي واصل للمسكولار سلاير، نقاط حمر بنفسجي بالسلايدات كلها. اوكي okay.